بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مساء الخير، مساء الصحة والجمال على أم العيال وأبو العيال وكمان العيال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أنا يعني مجدي شاكر، بحب أرحب بكل المشاهدين الأعزاء، وأنا مبسوط جدا جدا إن إحنا ابتدينا هذا البرنامج في شهر مهم قوي، هو شهر أكتوبر. إن الشهر ده أكيد بيمثل ذكرى مهمة جدا لكل المصريين وكل العالم، وكل يعني شهر مهم جدا، بجانب إن إحنا إن شاء الله عندنا يعني مناسبة مهمة، هو المولد النبوي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ودكتور ميرفت فكرنا إن لازم يكون في هذا الشهر، لأن في مناسبتين أنا بعتبرهم من أهم المناسبات في حياتنا كلنا، سواء مولد الرسول أو حرب أكتوبر. في هذا الإطار إحنا بدأنا نفكر في برنامجنا الاجتماعي، هذا البرنامج اللي أتمنى إنه يحوز على إعجابكم. هو برنامج بسيط جدا جدا، بعيد عن أي شيء، بيتكلم عن قضاياكم. هو كده اسمه على إيدك اتعلمنا، إحنا جايين نعلمكم وجايين نتعلم منكم، وجايين كلنا زي بيقولوا إيه، المشاكل البسيطة اللي بتحصل في بيوت اللي ممكن يبقى لها تأثير بعد كده. هسيب زميلتي الدكتورة ميرفت تبدأ تعرفنا على الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأرجو إن أنتم تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك بنفس الموضوع بعد إيدك اتعلمنا، وعلى الأرقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة إن شاء الله. طبعا زي ما قال الأستاذ مجدي لحضراتكم إن إحنا برنامجنا برنامج اجتماعي، جايين نناقش فيه قضايا اجتماعية تخص الأسرة والمجتمع المصري. حابين طبعا إن إحنا نلقي الضوء عليها ونحاول إن إحنا إن شاء الله نجد لها حلول، وتكون بإذن الله أسرنا المصرية في أتم صحة وأحسن حال. وطبعا لأن إحنا اليوم جايين لكم علشان نفسنا نشوف حالكم أحسن حال، ويا رب كلنا نكون بألف خير وبلدنا مصر القوية تهد جبال. أولى حلقات هذا البرنامج نتمنى أن يحوز إعجاب حضراتكم إن شاء الله. اليوم حلقتنا هتناقش قضية تخص الأسرة المصرية، وهي حرية اختيار الأبناء. طبعا بالطبع إحنا كل أب وكل أم بيحبوا طبعا إن هم يختاروا لأبنائهم كل شيء، تفكير واعتقاد منهم إن ده في مصلحتهم، لكن طبعا مش هو ده الشيء الصحيح. إحنا لازم يكون عندنا لا حرية اختيار مطلق للأبناء، ولا حرية إلزام، ولا إلزام مطلق أيضا للأبناء، يعني نترك لهم حرية الاختيار في كل أمور حياتهم مع وجود المراقبة إحنا على أبنائنا، المراقبة الكاملة والتامة، وطبعا بنكون دايما في حالة توجيه وإرشاد ليهم. طيب لو سألت أستاذ مجدي، تفتكر يا أستاذ مجدي إحنا لو أتحنا اليوم فرصة الاختيار ده هيكون إيه في شخصيتهم؟ والله دكتورة أنا ليه رأي في هذا الموضوع، وأرجو أن كل أم وأب وكل واحد موجود في البيت يساعدني في هذا الموضوع. ما تحلمش لغيرك، خلي كل واحد يحلم بطريقته وينفذ حلمه بطريقته، حتى إذا كان أنت الموضوع مش موافقك قوي، لأن أنا مش يعني كلنا عايزين أولادنا يطلعوا أطباء ومهندسين وظباط، ولكن انا نفسي بكل واحد هو ده، شوف حلم ابنك ايه وشوف حلم بنتك ايه، وحاول تساعد ابنك او بنتك في الحلم ده، او حاول توجهه للتوجيه الصحيح. انا مش معاه ان احنا يعني نغير الحلم 100%، ومش موافق ان ابنك او بنتك يفكر 100%، ولكن بنسبه، يعني لو هو بيفكر ب70 خش معاه ب30، او وجه حلمه للاتجاه الصحيح. مش شرط كلنا نخش ثانويه عامه ونخش جامعه ونبقى نحصل على اعلى شهادات، انا مش مؤيد الموضوع ده خالص. احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه يا دكتوره؟ لان احنا داخلين على عام دراسي جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي، يا رب يجعله عام دراسي تزامنا مع العام الدراسي الجديد. فارجو ارجوكم كل واحد يدي حلمه لنفسه، كل واحد يحلم لنفسه. شوف ابنك او بنتك، وللاسف احنا بقيناش نقعد اولادنا كتير نحلمش ليه، وما تحلمش لحد. فاحنا في هذا الاطار بنقول لكل واحد، اقعد مع اولادك، ابدا اتفاهم معاهم، ابدا شوف هم عايزين ايه، ووجهه في هذا الاطار. لو عجبك حلمه ساعده، ما عجبكش حلمه ابدا وجهه، ودي بيبقى في كل حياته مش مجرد في التعليم، ولكن في التعليم، في الشغل، في الاختيارات. ومعلش يا دكتوره انت عارفه زي بيقولوا العرق بينقح على صاحبه، باعتبار الراجل بتاع اثار وتاريخ، فانا اسمحي لي بس في دقيقه واحده هقول لك ملحوظه. انا عندي ملكين مهمين جدا جدا، هتقولي برضه حتى هنا في التاريخ، معلش عشان نبين، عندي ملك مهم جدا، الملك خناتون. هذا الملك هو ملك مهم جدا، وكان انا بعتبره كان ممكن يبقى فيلسوف جيد جدا، او كان يعتبر راجل مفكر كويس جدا. أيوة. ولكن للاسف هو بقى ملك. فدايما الشيء لما يجي الملك ما الناس ما قبلتوش، هو لو كان مفكرا فقط، او كان زي بيقولوا فيلسوفا فقط، كان يمكن فكرته او دعوته كان انتشرت اكبر. ولكن لانه كان حاكم، فزي ما تقول ايه، الناس حسوا بفوقيه، وبالتالي فكرته هي تركت اثر ولكنها لم تستمر. ولكن هو كان راجل متربي تربيه دينيه، وحاول ينشر افكاره، فالفكره ما مشيتش قوي، وحصلت في مشكله، ومصر تعرضت بعده الى خراب كبير جدا. طيب يا استاذ مجدي احنا معانا اتصال تليفوني، محمد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. والله
أنا آسف على الإزعاج ده أول حاجة، لا اتفضل حضرتك، عندك أي استفسار في موضوع الحلقة؟ بس موضوع الحلقة عجبني عشان كده كلمت حضرتك. أنت حضرتك أب يا أستاذ محمد ولا طالب؟ إن شاء الله يا فندم. طيب أنت تفكيرك بالنسبة لأسرتك أو أولادك سواء صغيرين أو كبار، هل أنت من رأيك أنفذ حلمي فيهم ولا أسيب كل واحد ينفذ الحلم بتاعه، ولا نسبة التدخل ممكن تشوفها قد إيه؟ أنا عايز أوصل لحضرتك معلومة صغيرة، من زمان الزمن، من أيام يعني أو أبهاتنا أو جدودنا، ما بيبقاش فيه اختيار إجباري، الدكتور غصب عنه يطلع دكتور عشان خاطر والده دكتور. بالظبط تمام. بالظبط. بس أنا عاوز أقول لهم كلمة، أنا عامل كده في البيت عندي، ان الطفل عايز مثلا ايا كان الشيء، اذا كان لعبه يذاكر ايه يعمل ايه، ده اختياره تمام. بس انا عايز اوصل لحضرتك معلومه صغيره، معلش انا اسف يا استاذ مجدي. لا اتفضل يا فندم. النهارده يا استاذ مجدي، الطالب او الطفل او البني ادم الموجود في الحياه ما بيبقاش فيها اختيار. من اي زاويه حضرتك يعني في الجزئيه ايه؟ من جميع الزوايا، الدوله بتنسقه، بتدخله الطب مثلا وهو اصلا ولا يعرف حاجه في الطب. وانت عارف هي نظام يعني احنا مش عايزين نقول التعليم طيب سيء جدا بالطريقه دي. طبعا شكرا لحضرتك دكتوره. يمكن هو الاستاذ أيوة. محمد بيقصد ان التعليم فيه خلل، وطبعا ما نقدرش ننكر بالزبط. ليس جيد كله وليس سيء كله، ولكن زي بيقولوا هو يعني بدليل ان احنا اتعلمنا، وبدليل ان في ناس كتير جدا اتخرجت، وبدليل ان عندنا اساتذه عظام كلهم طلعوا منها، احمد زويل ومجدي يعقوب والدكتور جمال شعبان، كل دول الدكاتره دول وناس كتير جدا تعلمت في هذا البلد، فاكيد التعليم ده كان جيد وهو ما زال جيد. ولكن نظرا لان عندنا البلد يعني عندنا زي ما قال الرئيس الاسبوع اللي فات احنا 120 مليون، فيعني الله يكون في عونهم عشان تنشئ مدارس وجامعات، فالموضوع طبعا بياخد ايه؟ بياخد وقت. ولكن عايز اعرف رايك كأم، اكيد انت عندك اولاد بالزبط. هل انت كأم وإنسانة مثقفة ومتعلمة واخدة دكتوراه، انت ممكن تعملي ايه مع اولادك، او انت عملتي ايه مع اولادك؟ والله انا طبعا يعني اكيد طبعا انا سبت لهم حريه الاختيار ليهم وكده، وما غصبتش عليهم اكيد، في كل واحده حبت تدخل حاجه انا خليتها، سمحت لها واتحت لها الفرصه اللي هي ايه عاوزاها طبعا، لان ما ينفعش ان انا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان ميزه بالعقل. بالتأكيد. والعقل بيدينا قدره على التفكير. وانا ما اقدرش اخلي ابنائي، وده كلامي طبعا لكل ام، ان هي تحجر على تفكير او اولادها او بناتها، يعني لازم تتيح ليها الفرصه ان هي تفكر وان هي تختار. طيب معانا اتصال تاني، مدام مريم. الو مدام مريم. الو منى. مدام منى اتفضلي. مساء الخير استاذ مجدي. يا مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. معاك مدام منى علي الجمال. يا اهلا بحضرتك يا مدام منى، ودي تجربه فريده جدا، لان مدام منى يعني اعتقد انها تقول لنا كلام مهم. اتفضلي يا مدام. انا طبعا الحلقه عجباني جدا جدا. ممتاز. بالنسبه لحريه الراي للاولاد طبعا ديت، انا بالنسبه لي لو انا شايفه في غلط انا هوجه للصح، ما عليا غير ان انا اوجه وهو عليه الاختيار. بالزبط. لان في النهايه يبقى اختيار. مدام منى التوجيه بتاع حضرتك هيبقى بالقسوه ولا هيبقى مجرد راي خد بيه او ما خدش؟ يعني لو عمل عكسه حضرتك ممكن تعمل ايه؟ لا يا استاذ مجدي، قسوه لا. لا قسوه لا، ما ينفعش القسوه طبعا طبعا. لكن بعد كده هتقولوا رايك وهو هتسيبيه حضرتك الاختيار. شكرا يا مدام منى، شكرا لحضرتك على مشاركتك. طبعا كلهم يعني اعتقد ان احنا الحلقه ماشيه في اطار انه كله مؤيد، ان انا أكيد. ان هي انا قضيه بتهم كل البيت، أدي الحريه أكيد. فدي مهم جدا. حتى مش الحريه في التعليم فقط والله يا دكتوره، الحريه كمان في الاختيار، حتى في الزواج. بالظبط. وده ما هو يقدر يدافع عن حريته دي او يدافع عن اختياره، بعتقد ان هو جيد، خاصه ان اولادنا دلوقتي في السوشيال ميديا وفي ظل التقدم التكنولوجي اللي شايفينه والانترنت، اعتقد ان بقى يعني عندهم باك جراوند غير الاجيال اللي غير الاجيال القديمه. بس يعني بيقدروا يعرفوا المعلومه بسرعه. أيوة. وبيبقى بالنسبه لهم شيء. أيوة. شيء قدرتهم على التفكير بقت متطوره اكتر بقى في استيعاب لكن هي بظل برضه في مشكله عندنا هي نسبه التدخل، لو ان مش كل الاولاد هيستجيبوا للتدخل. انت رايك
في لو انا لقيته بقى هو اختياره سيء جدا وممكن راح طيب استاذ مجدي الكنترول بيقول ان في مفاجاه على التليفون نعرف ايه هي. الو قول الو مين معانا اتفضل. يا اسمك بيتر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا استاذ مجدي. اهلا. الصوت مش غريب والله يا دكتور. انا عايز اعمل مداخله صغيره وانا عارف ان وقتكم غالي جدا. شرف لينا يا فندم. طب نتعرف بحضرتك الاول. نتعرف أيوة. بحضرتك باشمهندس حسن. ايوه انا عايز اقول بس كلمتين. أيوة. صغيرين. انا مبسوط جدا وسعيد قدام التلفزيون وانا بشوف قامتين كبار. شرف عايز لينا. عايز اقول مساء الجمال على قناه الصحه والجمال. مساء الخير. مساء الخير على كل العاملين بقناتك المحترمه من معدين ومخرجين ومصورين وكامل فريق العمل. طب استاذ حسن انت ايه رايك في يعني في الاطار بتاع الحلقه؟ انت حضرتك اب اكيد. انت ايه رايك في موضوع الحلقه يا باشمهندس؟ الموضوع شيق جدا وجميل بس يا استاذ مجد انا عايز اقول بس انا عايز اسلم على عليكم الاول. شرف لي. سمع حضرتك يا باشمهندس اتفضل. طيب انا عايز اقول بس يعني عايز اشكر فريق العمل والقائمين على القناه بكل المجهود الجميل اللي عاملينه وعايز اقول مساء جميل على مقدم البرنامج. مساء الفل. وكانت شهادتي يوم هتبقى مجروحه لان احدهم هي زوجة الدكتوره ميرفت. الله 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 الله. شكرا. مثال الاناقه. مثال الاناقه والشياكه واللباقه والحضور والاطلاله. الله. شكرا شكرا يا باشمهندس. اسمحوا لي ان اعتبر قناه الصحه والجمال من اليوم هي اسمها الهيلثي بيوتي شانل بلس. شرف لينا. شرف لينا اتصالك وشرف لينا اختيارك. شكرا. فانا عايز اعتبرها اصبحت قناه الصحه والجمال بلس لانه اضيف لها رمز الجمال وهي الدكتوره ميرفت سليمان. شكرا ميرسي. وكمان الاخر هو اخي وصديق الدكتور مجدي شاكر. تحياتي يا باشمهندس. تحياتنا ليك يا باشمهندس وشكرا على كلامك. شكرا. مفاجأة طبعا غير مرتب ليها من يعني راجل مسافر. فبنشكرك اتصالك يا باشمهندس ونشكرك على رأيك في القناة. بشكرك يا باشمهندس على رأيك. ولكن احنا ما زلنا والله دكتورة برضو انا عندي تجربة تانية يعني يجب ان احنا عندنا تجربة ابو اخناتون هذا الرجل الجميل اللي هو دفع كاد ان نفقد عرشه. الناس ما تعرفش ان ابو اخناتون اسمه امنحتب الثالث. أيوة. قاد ان يفقد عرشه في الملكيه. علشان اختياره. احب يعني لو شفنا حضراتكم يعني في فيلم مهم يفقد عرشه بسبب اختياره. والله ليه بقى يا استاذ مجدي؟ يعني كلمنا في النقطه دي. هذا الملك احب يعني هو كان بيحب بنت المرضعه. أيوة. يعني المرضعه يعني خلفت طفله اسمها تي في نفس الوقت. أيوة. فهو اتربط في القصر معاها فحبها. الملك عشان يبقى ملك كان عنده حلين، يا اما امه تكون ملكه دم ملكي او يتزوج ملكه. هو ما كانش عنده الميزه دي، لا عنده دي ولا دي، ولكن هو تزوج تي. طيب. وصمم على هذا الموضوع. معلش يا استاذ مجدي ناخد مدام بسمه من القاهره. شرف. اتفضلي حضرتك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم انا عندي مشكله ونفسي حد يوصل صوتي للمكروفون. اتفضلي يا فندم. بس طب حضرتك بعد الهوا ممكن تكلميني تتواصلي معانا ان شاء الله يا مدام بسمة عشان شرف الوقت. شرف لينا مدام بسمة. لازم نخلص موضوع الحلقه. شرف لينا. ايوه استاذ. فحضرتك هو يعني بالرغم كده هو دافع عن اختياره وتزوج هذه السيده. ايوه. بالرغم ان هي ما كانتش من دماء ملكيه خالص. وتخيلي ان هذه السيده بعد كده كانت داعمه له جدا جدا وساهمت في تطوير في نفس المرحله اللي بنتكلم عليها، ساهمت في تطوير التعليم في مصر. الملكه تي ارجوكم ابحثوا عن هذه السيده. هذه السيده اللي كانت داعمه لزوجها ووصلت ان هي كانت الملوك العالم الاخر كانوا بيبعتوا مراسلات باسمها، يعني يبعتهم يكلموها ويبعتهم يتبادلوا معاها الرسائل. فالملكه تي شخصيه للمراه المصريه اللي هي خلت الملك امنحتب الثالث اللي هو ابو اخناتون كاد ان يفقد عرشه، ولكن هذا الرجل دافع عن اختيارته. الهدف من الحكايه البسيطه بقول لكل شاب وكل شابه. أيوة. دام انت مشيت في طريق سواء في تعليم او في زواج او في عمل ارجوك دافع عن خيارك حتى لو خيارك بسيط وسهل. احلم وارجوك حتى لو كان الحلم بسيط ارجوك حاول تحققه وتمشي ورا الحلم، لان للاسف الحلم ممكن يكون صعب وممكن تكون مشاكله كتير خاصه احنا عارفين ظروفنا الاقتصاديه وكده. انما صدقني الحلم لو بداته والله هيبقى حقيقه. فبقول لكل شاب ارجوك احلم ونفذ، حاول تنفذ حلمك. واعتقد ان تجربه زي محمد صلاح هذا اللاعب الجميل طبعاً. اللي هو كان يعني لاعب بسيط جدا في مصر بالزبط. حلم واعتقد انه فين وغيره وغيره احنا بنقول فينا نماذج كتير جدا ومجدي يعقوب وغيره وغيره. فارجوك حاول ودافع عن حلمك عشان تقدر ايه توصل بالنسبه بالظبط. يعني هو استاذ مجدي حب ان هو يربط لنا طبعا حاضرنا بماضينا العريق بتاريخنا الفرعوني علشان طبعا احنا بنحب ان احنا دايما نتبع اجدادنا الفراعنه اللي هي الحضاره اللي دايما مشرفه مصر ومشرفه كل المصريين. ولازم
لازم نتبع هذه الحضارة. فاحنا في موضوع حلقتنا طبعا احنا ملاحظين ان في يعني اقبال على الحلقة بسبب ان كل البيوت بتعاني من هذه النقطة. فاحنا بنقول ان احنا لازم نتيح لابنائنا فرصة الاختيار، ده هينمي طبعا عندهم حرية التفكير، حرية القدرة على الابتكار، القدرة كمان روح المناقشة بين الأسرة، هنلاقي المناقشة دائما موجودة بين أفراد الأسرة. كمان هنلاقي أن الولد أو البنت عندنا عنده القدرة على اتخاذ القرار، وده شيء مهم قوي يا جماعة. يعني ما نجيش أنا مثلا بعد عمر طويل الأب والأم نلاقي ولادنا مش قادرين يجوا يعني يختاروا في أي موقف، مش قادرين يتخذوا قرار في أي حاجة، وبالتالي هتبقى يبقى لأبنائنا عندهم ضعف في الشخصية. وإحنا دايما بنحب عايزين ننشئ جيل جديد، جيل أبنائنا اللي هو قوي الشخصية. طيب معنا أم شمس، تفضلي أم شمس. السلام عليكم. عليكم أهلا السلام. وسهلا طبعا. عليكم السلام، تفضلي. كنت عاوز أشترك في البرنامج معاكم. تفضلي حضرتك معنا على الهواء، تفضلي أم شمس. وطي صوت التلفزيون أم شمس واسمعينا بالتليفون لو سمحت. كنت عايزه اشكركم على الحلقه، وكنت عايزه اقول لك العافيه يا فندم على بنتي معايا في المدرسه. طب حضرتك يا ام شمس لو في مشكله حضرتك كلمينا بعد البرنامج عشان الوقت. سيده جميله من اسوان، من نفس باين من اللهجه، باين من اللهجه او اللغه. أيوه. هي المشكله دكتور دلوقتي لو هو ابنك او بنتك ما عندوش حلم او ملوش هدف، مش عايزين ننكر ان بعض الاباط والامهات بيعانوا من مشكله يقول لك ابني ملوش هدف او بنتي ملهاش هدف. أيوة. ملهاش حلم بالظبط. هل ايه الوسيله؟ انا كاب او كاب احنا لازم أو نزرع فيهم من النقطه دي من الصغر، او احلم له. أيوة. لو انا ما ناس كتير جدا بتقول مشكله لازم انا اربيه على النقطه دي بالزبط. ان يكون عنده هدف، احط له يبقى عايش عليه، هو لو ملوش هدف اعمل له هدف. ايوه وبيحلم بيه علشان يحققه وعلشان يبقى حاجه كويسه. بس انا بقول يا استاذ مجدي ان انا ما اجيش مثلا افرض على اولادي دايما والله انا عاوزك فكره. طبعا كل البيوت المصريه انا عاوزه ابني دكتور او مهندس، ده كلام ما ينفعش. مش ممكن. طب ما هو كل المهن اللي موجوده في البلد هي اساسا تروس في الاله كلها، اللي هي الاله المصريه اللي كلها هتحرك الانتاج وهتحرك البلد. فلازم انا اكون يعني حتى ابسط المهن هي برضو مفيده في مجتمعنا، يعني مش بس الطبيب او بس المهندس، لا كل انواع المهن. وبعدين اي ولد او بنت هيدخل حاجه اللي هو بيحبها من المؤكد ان هو هيبدع فيها، اكيد ان هو بالزبط. هيبدع بالزبط. فيها ويوصل لحاجه كويسه. لكن انا ممكن ادخله كليه بناء على رغبتي انا وهو ما يتفوقش فيها. بالتاكيد. كمان حتى في مثلا في اسر مصريه كتير جدا بتدخل ولادها الثانويه العامه تقول له لا انا عاوزاك علمي مش عاوزاك ادبي عشان موضوع برضو الطب والهندسه. لا ما في ناس ميولها ادبيه، في ناس بتحب حريه التعبير، في ناس بتحب المواد الادبيه. يبقى انا ما اجبرش ولادي على اي شيء واترك لهم حريه الاختيار، لان ربنا سبحانه وتعالى ميزهم بالعقل، والعقل هو القدرة على التفكير. تأكيد. فأنا يعني ده كان شيء إحنا عاوزين نتكلم عليه بخصوص موضوع إيه التعليم. طيب نتكلم برضو على جانب تاني يا أستاذ ماجد. طبعاً. بالنسبة لاختيار برضو نوع من أنواع الاختيار في الأسرة، اختيار شريك الحياة مثلا. لا ده موضوع، ده موضوع ده دكتورة معقد جدا، لأن للأسف هو دلوقتي معظم الأولاد والبنات بيختاروا على الأمور المادية. يعني نعم. هو عنده إيه، هي بتختار على سنه عنده إيه، وهي بتختار على سنه شكلها في للاسف. لذلك يمكن عندنا مشكله. جهاز المركز لو حضرتك شايفه من فتره قال ان كل 10 حالات بيتجوزوا للاسف في 7 بيطلقوا، لان بالزبط. لان اختيار شريك الحياه للطرفين للاسف بقى فيه سوء قوي تخطيط. يعني كان زمان او مش زمان، يعني اي دين مش الدين الاسلامي فقط، اعتقد ان كل الاديان دايما بتحس ان انت تختار البنت اللي عندها اخلاق والولد اللي عنده اخلاق، مش مهم الماديات. طبعا اصفر بذات الدين تربت يداك. لان انما للاسف دلوقتي انا شايف ان كله بيبص للجانب المادي سواء الولد او البنت. للاسف ويقول لك شكل. كل اسرنا بتبص للجانب المادي والشكل، ودايما الشكل بيلعب دور مهم. طبعا. فاللي بيختار على اساس الشكل وبيختار على اساس الفلوس او الماديات اعتقد اختيار غير ناجح. يعني اكيد اختيار مهم. فلذلك ارجوكي قبل ما تختار او قبل ما تختار او بتختار لبنتك او ابنك فكر في المستقبل، بمعنى الولد او البنت ده هيعيش ظروفه حياته زي بيقولوا اختار شريك حياه، مش مجرد اللي انا مش بختار عريس او عروسه ومش بختار ام اب، انا بختار دلوقتي اسره كامله. بالزبط. خلانه ايه، عمامه ايه، طبعا نسب كامل، خاصه احنا مجتمع كامل. طبعًا. مجتمع متراحم. مجتمع بيحب وبيزور فلازم ادور على عمامها او عمتها، العيله على بعضها. ما فيش دلوقتي زيارات زمان، انما لازم اختار زي ما كده، يعني زي بيقولوا العرق عندنا مثلا فلاحين يقول العرق بيمد لسبع جد. بالزبط. فاتمنى ان الاختيارات ده موضوع محتاج حلقه لوحده، لان اختيار شريك الحياه موضوع
معقد جدا جدا جدا، وزي ما حضرتك شايفه بنشوف مشاكل وقلق، والمحاكم الاسره اعتقد يعني مشاكل كتير جدا جدا. اتمنى يبقى في اختيارات احسن من كده في هذا الاطار، انما احنا ما زلنا في موضوع التعليم وفي موضوع ولادنا. ارجوكم ارجوكم ما تحلمش لابنك، وارجوك ادي فرصه لاولادكم، لان ده الموضوع ده بيعتبر شائك جدا، خصوصا داخلين على عام دراسي والمشاكل يعني كتير. احنا عندنا مثلا في بيوتنا المصريه بتيجي البنت عاوزه تتزوج، بيبقى ايه الراي الاب والام؟ لا ده لا ده اه ده لا ده اه. طب هل هذا ينفع؟ اكيد بالطبع لا، يعني انا لازم اتيح لها هي فرصه الاختيار، لان هي لو ما اختارتش اختيار صح لشريك حياتها هتعيش طول عمرها تعيسه اكيد. أكيد. حتى بالنسبه للولد كمان ممكن يجي ابوه او امه يعني يفرضوا عليه ان انا لا ابنك ابني لازم يتجوز من عيله معينه او من طبقه معينه او عشان عندها قدره ماديه معينه او شهاده معينه. طبعا يا جماعه لازم نسيب اولادنا هم يختاروا، وبكده هنحقق لهم السعاده، وسعاده الفرد هي سعاده المجتمع. بالتاكيد هي في يعني يمكن حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا، هي مش مشكله الزواج، وكمان في كل حاجه حتى في اللبس في الاكل. يعني في اهالي يفرضوا على اولادهم نوع معين من اللبس ونوع معين من الاكل، فانا شايف يعني ايوه في لبس باوفر جدا حاجات اوفر قوي، بس نبدا نوجههم التوجيه الصحيح. بالظبط. يبقى اذا الاختيار ليس كامل والالزام ليس كامل. في نهايه حلقتنا سعدنا جدا بالتواجد مع حضراتكم، وطبعا الاوقات الحلوه بتمر بسرعه. نتمنى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الخميس الساعه 8:30 على قناه الصحه والجمال، قناتنا الجميله. والى ان القاكم اتمنى لكم رعايه الله وفضله، والى اللقاء.